ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وحشتونا جدا جدا جدا. النهاردة فيديو مختلف تماما. مختلف ايه؟ مش مختلف ولا اي حاجة يا جماعة. هي الكلمة حفظتها معلش. احنا الاثنين نتكلم في نفس الوقت فبنبوظ كل حاجة. بصوا يا جماعة، طبعا انتوا بتسألونا اسئلة محرجة جدا واسئلة كتير، فحبينا ان باستمرار نجمع لكم اكتر اسئلة غريبة من نوعها. بما ان بقالنا كتير ما بنردش على اسئلة، قررنا النهاردة نرد على الاسئلة بتاعتكم. بقالنا كتير ايه؟ هي من داخل انت. قوم امشي. طيب لو عايزين مش عاجباك قوم امشي. احنا جمعنا الاسئله انا ونمر وهنرد على اسئلتكم. هي اسئله صعبه واحنا بنحب نرد على الاسئله الصعبه، يعني مش عارفه ليه. لا مش صعبه، الاسئله المختلفه. بنجيب دايما الاسئله الجديده المختلفه. وطبعا عايزه اقول لكم حاجه بالنسبه لسؤال الحمل. ناس كتير بيقولوا ليه ما رديتوش، ليه ما رديتوش؟ يا جماعه انشغلنا برمضان وعزومات رمضان. احنا هنرد على السؤال ده النهارده، والسؤال ده مع ان اللي هو كان شخصي جدا، بس قلنا لا، طالما احنا شاركناكم معانا من الاول يبقى هنقول لكم على كل حاجه. اول سؤال يا نمر، ايه اكتر حاجه بتكرهها في شكل ايه يا نمر؟ لا مش في شكلك، اكتر حاجه بكرهها في ايه مش شكلها خالص ولا شخصيتها ولا اي حاجه، نومتها، النومه بتاعتها. الناس كلها لو مثلا السرير معمول بالطول الناس كلها بتنام كده اهو، ولو في حد بينام جنبك على السرير بيبقى في ذوق، واحد بياخد نص السرير والتاني بياخد نص السرير. لا ايه بتنام كده اهو وهرمز بتنام كده اهو. انا بقى المفروض انام على الكوميدينو، اللي انا انسان طبيعي انام على الكوميدينو او في الكوميدينو جوه. كذا مره الاقي نفسي جسمي كله بره السرير ودماغي بس هي اللي اخر حته فيها لزقه في المخده. المشكله ان ايه مش بتعترف اللي هي نومتها غلط، يعني انا اللي نايم غلط. طب ايه اكتر حاجه برضو بتكرهها في شكل ايه؟ شكلها. لا شكل القسم اللي ما فيش حاجه، هي بس النومه بتاعتك اللي بتحرق دم، يعني لو تغيريها يبقى كتر خيرك. يعني الفتره الجايه هنام في سرير هرمز. تاني سؤال، السؤال ده محرج شويه بس هنجاوب عليه. ليه مش بتخلي نمر يزرع شعر؟ طب ما احنا ممكن نزرعها له دلوقتي حالا. نو 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 نو. عايز اقول لكم والله يا جماعه نمر عنده شعر، كل الحكايه ان هو حالا شعره ايه، عندي شعر خفيف مش موجود. ده ستايله يعني. انا جربتها مره، كنت بصور فيلم عجبني الشكل قلت والله ما اعملها تاني. ايه اكتر حاجه مختلفين عليها انت وايه؟ المختلف بيني وبين ايه ان انا لما بحب اخرج بحب اخرج في مكان ما يبقاش في حد غيري، يعني الدنيا كلها تبقى فاضيه في فضوان مش طبيعي. انا بحب لما اخرج استمتع. نمر بيزهق يعني ما بيشوف زحمه يلا نمشي من هنا بسرعه. والله لا يعني انا بحب خلاص حتى لو في زحمه. اول مره قلت له وديني الحسين يا نمر، كنا لسه متجوزين. والله يا جماعه وديني الحسين الساعه 6 الصبح يوم الاحد. انا ما اعرفش اجازه الناس ولا اعرف اي حاجه، هي تبقى زحمه قوي. احط لكم صورتنا يوميها ورب الكعبه، وديتها الحسين بعد الفجر على طول يوم حد، يعني ما كانش في بني ادم غيرنا. يعني بني ادم، بني ادم، انا الرقيق بقول بني ادم. بصراحة ربنا احنا ما كناش هنصور فيديو، احنا قلنا نسلي نفسنا بس عقبال ما المغرب يأذن. ايه اكتر حاجة متفقين عليها؟ بفضل الله والله العظيم وربنا يديمها علينا نعمة، احنا اغلب الوقت متفقين. احنا الاختلاف ده مش كل حاجة في حياتنا، احنا بنختلف عشان احنا بشر. بصراحة لا، احنا بنختلف عشان خاطر اية بتبقى مزاجها ان احنا نختلف، لكن هي اصلا ما بتبقاش مختلفة، بس هي عايزة تطور الموضوع شوية. ممكن ايه تعالى نعمل النهاردة مثلا رز وبطاطس، تقول لي ليه؟ ما ممكن نعمل بطاطس ورز. والله نفس الشيء، والله نفس الشيء، لكن انا احب اختلف. اختلافي بيني وبين ايه اللي هي بتعكس الموضوع، هو نفس الحاجه بس هي عايزه تقول طريقتها، هي عايزه تختلف. طيب انا عايزه اقول لكم اكتر حاجه فعلا احنا متفقين عليها ايه انا وهو على قلب رجل واحد فيها، اللي هو الطموح. ايوه بص اقسم بالله، بص قول كده اهو، الطموح والنجاح واللي احنا عايزين نبقى احسن اتنين في الكوكب كله باذن الله. وده لازم ما بين اي اتنين داخلين بقى يتجوزوا او اتجوزوا او لسه هيتجوزوا، لازم يبقى عندكم طموح مش طبيعي. حاولوا تطوروا من نفسكم اكتر. لو بتشتغل مثلا شغلانه لا حاول تشتغل شغلانه جنب الشغلانه. طبعا ارضى بكل اللي ربنا كاتبه لك، بس انت طالما انت عندك طاقه اسعى اكتر. كل ما بتسعى ربنا يكرمك، كده كده رزقك هتاخده، ورزق السعي ده رزق تاني خالص. فانت يعني ما تسيبش رزق السعي ده، مهم جدا ليك والله العظيم. طول ما انت قلبك على قلب مراتك وانت قلبك على قلب جوزك، اقسم بالله هتعيشوا حياه انتوا مش متخيلينها. في مشاكل، في مشاكل، في خناقات، في خناقات، بس في حب وفي احترام، ده هيبص هيعدي اي حاجه. حاسه سؤال حلو قوي، واللي ساله اعتقد ان هو بنت. امتى اخر مره عيطت يا نمر؟
من 4-5 ايام لما هدومي كلها باظت وقعدت اعيط بينهم من نفسي، ما كنتش عايز اتكلم. ما بهزرش، لا عيطت. ايه انا عيطت بينهم من نفسي؟ ما قلتش عيطت من كتر ما حاجتي كلها باظت مره واحده. سؤال واحد، اكتر موقف هزك وخلاك تعيط؟ هو لما هدومي باظت. هو دي حاجه دي نفسها كده هدوم. وانا بقول لكم بصراحه انا بعشق حاجتي. ايه زعلت؟ قلت انا ايه عملت نفسي هنا؟ انا علام الناس ان انا عملت نفسي هنا؟ انا كنت عند امي من حاجه بتبول. سابت عليا نفسي حاجتي كلها باظت مره واحده. يعني لما كنت عايش مع والدتي كانت مثلا تيشيرتي بيبوظ كل سنه، وامي كانت بتصلحه مش عارف ازاي، بس كان بيتصلح تضيق الحته بقى اللي كانت بايظه ما اعرفش تعمل ايه. عايز اقول لكم ان نمر اول ما بيعمل حركه الزعل والحزن دي بيموتني، بفصل ضحك لانه هو بيهزر. ما مش بهزر، بقى بعيط فعلا. يبقى عامل زي انا بعيط، بس انا بعيط. لا والله ببقى عايز اعيط فعلا، بس مكسوف اتكلم عشان مش عارف اقعد قدام مراتي. ببقى انت راجل مفيش راجل بيعيط. كنت طفل غلس قوي. رد فعلك ايه اول لما شفتي نمر متعصب اول مره؟ ونمر عصبي بس بادب. انا اقول حاجه على فكره، الفكره كلها انا بطور من نفسي. انا ما كنتش كده، بشتم وبتعصب وبغلط والكلام ده كله. قلت لا، لازم الواحد يطور من نفسه. الواحد بقى عنده بيت وبقى عنده طفله، والاطفال دول بيكبروا وبيقلدونا. حياتنا واحنا لوحدنا غير حياتنا واحنا متجوزين، وحياتنا واحنا متجوزين غير حياتنا واحنا معانا اطفال. الاطفال بيعملوا كل حاجه انت بتعملها. انتوا مرايه اولادكم. الله عليا، والله العظيم بقول كلام زي الفل يتقل بالذهب. كان رد فعلك انت اللي جاوبت على السؤال، يعني هو السؤال بتاعي انت بترد ليه؟ مش انت سالتيني ليه؟ هو انا اللي اتسال. رد فعلك ايه لما شفت نمر متعصب؟ نمر قصيده شعريه دي. هو جاب السؤال كان ليك انت؟ والله ليا. طب ما تجاوبي. تخيل بقى. رد فعلك ايه اول لما شفتي نمر اول مره متعصب؟ زعلت لاني ما احبش اشوفه في الشكل ده، ما بحبش اشوف حد متعصب. لاني ببقى عمر قوي. بنات كلها كانت بتقولي بعشقك وانت بتعصب. بتعصب اكتر. بنات مين؟ تعالى لي انا. ايه اوحش عاده في اي نمر؟ انا جوايا حاجات. قول يا ابني يا اصل المشكله لازم اقول فعلا، اصل يا ما اقولش خالص يا اقول، اصل انا صايم مش هينفع اكذب. هي مش عاده وحشه، بس ايه عندها لازمه، لازمه في الكلام، اللي هي ممكن تقول لك كلمه مليون مره، وانا عندي عاده انيل منها اللي انا ما بحبش اسمع الكلمه غير مره واحده. فهي ممكن تيجي تقول لي ايه؟ خد بالك عايزين ما اعرفش نجيب ايه للبيت. ماشي. عايزين نجيب ايه للبيت؟ خد بالك. تسكت اقسم بالله تبعتها لي على الواتس. دي الحاجه الوحيده اللي ممكن توصلني للعصبيه اللي هي كانت ما بتحبهاش من شويه. بصراحه انا مستفزه في الحاجه دي، ده حقيقي. ايه اجمل هديه جابها لك نمر؟ قولي لهم بقى على الحاجات اللي انا معيشك فيها والنعيم اللي انا موديك فيه في حته تانية. عايزه اقول لكم اجمل هديه جابها لي، والله انا صادقه جدا، هيرمكس. والخاتم اللي جبته لك السنه اللي فاتت. بجد الخاتم. لا الخاتم روعه، بس مفيش هديه تقارن مع هيرمكس. صح ولا لا؟ قلت لك البطه قبل كده، قلت لك بطه. تخيلوا تفتح عينك تلاقي نفسك بتشوف بطه. قالت لي بحب البط، افتكرتها بحب البط الصحي، قلت لها بطه صحيه. قالت لي كلها حسنات معاكي. جايه تقولي هرمز بس؟ دي هرمز دي ابسط انجازاتي، انا عامل حاجات اكتر من كده بكتير. نمر عمرك اعجبت بواحده صاحبه ايه؟ فكرتيني بايام. اصلا ايام عندها صحاب. انا كان نفسي اتجوز واحده عندها صحاب بنات كتير ونخرج ونهزر ونعمل حاجه مع بعض. اتجوزت واحده ما لهاش صحاب، يعني حتى اصحابها كلهم بره مصر وبره القاهره، ما فيش حد فيهم موجود حوالينا خالص. لو في مليون واحده صاحبه ايه، ايه بالنسبه لهم اكيد هتكون مميزه. انا دايما بحب الحاجه المميزه، وما فيش اميز من ايه. عندي مشكله، ما عنديش فكره ان انا اعجب بواحده وما اعرفش ايه. انا ما عنديش ده. انا اعجبت بواحده اتجوزتها، واللي انا هعجب بقى التانية هتجوزها. ما عندي هي حاجه تتجوز مين؟ تعالى لي هنا. كل ده تحاليل الحمل لسه ما طلعتش، عايزين نطمن. عايزه اقول لكم حاجه، التحاليل طلعت من تاني يوم، بس انا ونمر للاسف انشغلنا بسبب رمضان والعزومات اليوميه، واكيد كلكم زينا. حتى احنا انسحلنا ونسينا الموضوع، ونسيت ان انا اصلا ما بلغتكمش. انا افتكرت ان انا بلغتكم وخلاص. اقسم بس لقيت الاسئله كتير. ايوه احنا افتكرنا من الكومنتات. احنا كنا نسينا تماما. بص، هو تحاليل الحمد لله رب العالمين على كل حال طلع مفيش حمل، لكن انا عايزه اقول لكم يعني انا بالنسبه لي بقول الحمد لله ليه، وللاسف يعني انا مش هقول لكم ان انا مش زعلانه، لا انا زعلانه، رغم ان انا كنت بالنسبه لي صعب جدا، وكنت ميته من الرعب، وكنت خايفه جدا، لكن مش عارفه ليه زعلت. يعني ربنا هيكرمنا في الوقت اللي شايف ان احنا نستحق ده في الوقت ده. صح، ربنا يسعد ويرزق كل مشتاق يا رب. واحنا والله ما تاخرنا عليكم كده. الحمد لله يكون خلاص الفيديو بتاع النهارده خلاص انتهى. ولو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوا تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس وتلاقوا على الفيديو ده بسرعه بسرعه بسرعه. ويلا بينا نبدا الفيديو. يلا بينا نبدا الفيديو. يلا بينا نقفل الفيديو. يلا باي باي. باي باي. بابا.
حلوة وحوي.